مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب. بنسعد كل مره بنلتقي فيها معاكم وبنسعد كل مره ان احنا نستقبل رسائلكم ايضا ومداخلاتكم واسئلتكم يمكنكم الاتصال بينا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه و احنا دائما هدفنا الاول والاخير هو تقديم يسوع المسيح مخلص العالم وتقديم كلمه الله التي اعلنت لنا في وسجلت لنا بالوحي بالروح القدس في الكتاب المقدس. الاسبوع اللي فات بدات زي كده مجموعه من الحلقات تحت عنوان الداعيه الذي فقد عقله. وزي ما قلت انه نحن لا نزم في احد لكن كان العنوان دون هو رد على على عنوان فيديو عمله الداعيه وهو ايها المسيحيون اين عقلكم؟ وكانه بيضع كل المسيحيين كانهم بلا عقل لانهم لا يؤمنون بما يؤمن به ولا يقتنعون بما يقدمه من طعن في الكتاب المقدس ولا يقبلون ايضا المنطق الذي يتحدث به والحجج التي يقدمها فاتهم المسيحيين وقال ايها المسيحيون اين عقولكم؟ وانا حطيت عنوان الحلقه اللي فاتت وعنوان السلسله اللي هتكلم عنها كمان النهاردة والحلقات اللي جاية الداعية الذي فقد عقله النهاردة موضوع الحلقة هنتكلم فيها هو الرد على حلقة عملها هذا الداعية هذه الحلقة بعنوان النسخة هذه النسخة من الكتاب ترعب القساوسة هذه النسخة من الكتاب ترعب القساوسة وأنا بصراحة لم اجد ابتسامه اجمل من ابتسامه باراك اوباما عندما يعني اتفرجت على ما قدمه والعنوان اللي خدوا واللي وضعوا عنوان لهذه الحلقه وهو هذه النسخه من الكتاب ترعب القساوسه يعني نسخه هنتكلم عنها طبعها دار الكتاب المقدس وهو في نظره هذه النسخه فعلا ترعب القساوسه. وانا عايز اقول لك انه يعني ايماننا المسيحي وايماننا في كلمه الرب صعب جدا انه توجد آآ يوجد كتاب يرعب القساوسه ويجعلهم يغيرون ايمانهم واقتناعاتهم في صدق كلمه الله الحيه الى الابد. هذه النسخه التي ترعب القسوة. خلونا نشوف مدخل الفيديو بتاعه اللي بيتكلم فيه عن هذه النسخه ونعلق على ما محتوى هذه النسخه انا عشان الوقت انا عندي ساعه واحده فأحاول ان انا اخد بعض المقتطفات مش كل حاجه لكن اقدر ان احنا نرد بسهوله جدا على هذه الادعاءات والافتراءات نشوف الفيديو الاولاني ونرجع نعلق عليه نسخة من الكتاب المقدس يخاف منها كل القساوسة ممكن خاصة في الكنيسة ممكن نقف نعم أه خدتوا بالكم التيشيرت اللي لابسه أه حصة في الرياضيات أه واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي واحد أه يعني حتى حتى عدم فهمه للثالوث وعدم ادراكه للثالوث وعدم محاولته انه يفهم الايمان المسيحي واضحه جدا في كل ما يسمعه وما يقوم به يعني هو لابس التيشيرت ده علشان يوصل لنا فكره انه احنا بنؤمن بثلاث الهه وده ده ده فهم خاطئ بل فهم جاهل بالايمان المسيحي وممكن الانسان يتهمنا بان احنا بنؤمن ثلاث بثلاث الهه لكن هذا الاتهام ممكن يكون نابع اما عن جهل ام نابع عن شر. عن جهل يعني هو مش عارف. كويس وانا بشيل هذه الافتراضيه لانه اكيد هو يعلم جيدا ايماننا المسيحي ان احنا نؤمن بإله واحد وايماننا المسيحي في الله الواحد المثلث الاقانيم ليس ايمان بتلت الهه. لكن ممكن ايضا يكون هذا الاتهام نابع عن شر، وانا الذي يعني هذا هو الافتراض الغالب هنا انه ليس نابعا عن جهل لكنه نابع عن شر، لكن خلونا نكمل الفيديو ونرد عليه. في الكنيسه المصريه. نعم هذه هي النسخه. الترجمه اللي عند غالبيه المسيحيين العرب خاصه في مصر. اسمها ترجمة فان دايك نسبة للشخص اللي عملها. الترجمة دي تقوم دار الكتاب المقدس بطباعتها. دار الكتاب المقدس تأسست سنة 1883. ففي سنة 1983 عملوا طبعة اسمها طبعة العيد المأوي بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس الدار. اللي هي الطبعة دي. هتلاقيهم كاتبين عليها طبعة العيد المأوي 1883 1983. نسخة من الكتاب المقدس يخاف منها نسخة من الكتاب المقدس يخاف منها القساوسة. وهي النسخة التي أصدرها دار الكتاب أصدرتها دار الكتاب في الشرق الأوسط. دار الكتاب في الشرق الأوسط أسست سنة 1883 وبعد 100 سنة من تأسيسها عملت لينا نسخة محققة سنة 1983 وهو بيرى أن هذه النسخة هي نسخة الرعب القساوسه النسخه اللي بيتكلم عنها دي بقى لها اولموست 40 سنه كويس ولم نرى اسيس اترعب منها ولم نرى الكنيسه تمنعها ولم نرى الكنيسه في خلاف مع دار الكتاب المقدس بل بالعكس ما زال الكتاب المقدس يوزع وما زالت هذه النسخه موجوده وما زالت هذه النسخه في يد العشرات الالاف بل الملايين ومازال الإيمان المسيحي قائم كما هو يعني جاي بعد أربعين سنة يكلمني على نسخة طبعت من أربعين سنة يقول لي أن هذه النسخة ترعب القساوسة طيب خلونا ناخد الفيديو الثاني علشان نشوف يعني إيه بترعب القساوسة يعني إيه النسخة في الكتاب المقدس دي إيه السبب أنها تجعل من القساوسة في حالة رعب وفي حالة انزعاج أو زي ما احنا شايفين في حالة ضحك زي باراك أوباما خلينا نشوف الفيديو الثاني ونتكلم عن هذا الجزء طبعاً دي كاتبين ملاحظات في الهامش وفي الحاشية يعني على جوانب الصفحة وتحتها وهنلاقيهم كاتبين في المقدمة كلام مهم جدا بيقولوا الهلالان يدلان على أن الكلمات التي بينهما ليس لها وجود في اقدم النسخ واصحها. لكن نفس دار النشر وضعت اقواس في طبعه العيد المأوي عشان يقولوا لك ان ما بين الاقواس ليس له وجود في اقدم النسخ واصحها. بيخدعوك يعني. عاملين الترجمه وبيطبعوها معتقدين ان هذه النصوص يجب ان تحذف. لكن الكنيسه تخفي عنك كل هذا. حتى أنا لا أنا في الكتاب المقدس. انا مش فاهم. دار الكتاب المقدس طبع نسخة والكنيسة تخفي عنك هذا يعني انت انت مدرك انت بتقول ايه؟ اللي انا لاحظته من فيديوهاته ان هو دايما بيفصل ما بين الكتاب المقدس وما بين الكنيسة فالكنيسة هي الكيان الشرير اللي في نظره هي الكيان اللي بيخدع الناس الكيان اللي اللي بيقدم عقائد مش موجودة في الكتاب المقدس الكنيسة هي الكيان الوحش في نظره كويس وهو بقى جاي راجع للكتاب المقدس علشان يقدم لنا ما في الكتاب المقدس الذي يختلف عن ايمان الكنيسة يعني انت انت اولا دار الكتاب المقدس دي دار تبع الكنيسة تتبع الكنيسة بكل طوايفها هي دار قائمة لخدمة الكنيسة من خلال نشر الكتاب المقدس هي التي تقوم بطباعة الكتاب المقدس في العالم اجمع كله هي التي تقوم بطباعه الكتاب المقدس في العالم العربي هتجد في دار نشر في لبنان، دار نشر الكتاب المقدس في مصر، دار نشر في الشرق الاوسط هتجد انه اكثر كتاب بيتباع في العالم هو الكتاب المقدس واكثر كتاب بيترجم في العالم هو الكتاب المقدس يعني يعني انا 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 نفسي ان هو يسمع اللي بيقوله انه دار الكتاب المقدس طبعت كتاب الكنيسة يا عيني خايفة من الكتاب دون وعايشة في الرعب لأنه الكتاب دون في بعض الآيات وبعض العبارات محطوطة ما بين قوسين وما محطوط ما بين قوسين هو غير صحيح وينبغي أن يحذف، مين قال لك أولاً إنه غير صحيح؟ هو بيقول لك مش موجود في فرق بين إنه العبارة تكون مش موجود في أقدم المخطوطات وبين انه يجب ان يحذف هو أيوه ما بيفرقش ما بين كده طيب نيجي هو هو ليه ال سنه دي خلينا نرجع للموضوع ال سنه 100 سنه من اول ما اسست دار كتاب الشرق الاوسط الكتاب فان دايك كويس طبع يعني تم الاحتفال ب من سنتين ب 150 سنه على طباعه ترجمه فان دايك او الترجمه البيروتيه زي ما بيسموها الانبيا سميث فان دايك الترجمه دي معموله من 150 سنه كويس من 150 سنه من قبل حتى لما يبقى في دار كتاب مقدس في الشرق الاوسط هي بعد كده تبنت الترجمه دي وترجمتها وطبعتها 100 سنه من 1883 الى 1993 لو انت درست ولو انت عارف عن المخطوطات تعلم جيدا انه معظم المخطوطات العظيمة والكبيرة تم اكتشافها في فترة الميد سنة دي كويس؟ يعني حتى الترجمة, الترجمة السينائية اللي تعتبر قمة الترجمات بتاعة العهد الجديد كويس؟ ترجمة سينائية نشر اول دراسة عن محتوى وطباعة وتم تصوير النسخة السينائية وتوزيعها على الجامعات كان سنة 1911 كويس يعني لما طلع الكتاب المقدس 1900 1893 لما دار الكتاب المقدس قامت بعملها في الشرق الاوسط لم يكن عدد كبير من المخطوطات الحديثه قد اكتشف مع انتشار علم الاثار وبدا الثوره العلميه بدا العلماء يبحثون عن مخطوطات الكتاب المقدس وبدا الاكتشافات الحديثه لعشرات الالاف من المخطوطات الكتاب المقدس اكتشفوا بدات تطلع الترجمات الخاصه بالترجمه بالنسخه السينائيه وبالنسخه الاسكندرانيه والنسخه الافراميه وبدا ايضا مخطوطات قمران ومخطوطات نجا حمادي والى يومنا هذا يتم سنويا اكتشاف اكثر من سبعين مخطوطه او 80 مخطوطه كل سنه كويس ومن هنا بدا يطلع علم اسمه علم ها علم نقد النص لانك انت اساسا غير امين في معلوماتك فانت ما تقدمش الحاجات دي لا انه طلع علم اسمه نقد النص انا نهاردة عندي خمسة الف مخطوطة متعلقة فقط بالعهد الجديد كويس وهذه المخطوطات فيها اختلافات وهذه الاختلافات 98% من هذه الاختلافات هي اختلافات نحوية في ال... النحو في الكلمات صياغتها لكن ليس في مضمونها ليس في عقيدتها ليس في محتواها ومعظمها اخطاء نبعه من اخطاء unintentional اخطاء غير مقصوده اخطاء بيرتكبها اي ناسخ في في بينسخ بيده كويس لكن عندي خمسه وعشرين الف مخطوطه انا النهارده لما اجي الى الى انجيل متى واجد عندي لو انا قلت ان انا عندي 200 مخطوطه لانجيل متى وانا عايز ادرس علم النقد الكتاب المقدس 200 مخطوطه لانجيل متى مثلا انا بضرب مثل بس وعايز ادرس علم نقد الكتاب المقدس انا بجيب كعالم المخطوطات دي وابدا بقارن ما بين المخطوطات دي وما بقارن ما بين القراءات المختلفه اللي موجوده في هذه المخطوطات وببدأ بحط مبادئ على أساسها أنا كعالم بقتنع بإنه هذا النص أقرب إلى النص إلى إلى, إلى النسخة الأصلية. كويس؟ وعلماء النقد حطوا لنا ثلاث مبادئ هم مبادئ عامة بيتبعهم أي دارس لعلم نقد الكتاب المقدس عندما يختار ما بين قراءة وقراءة. كويس؟ دايماً يختار القراءة الصعبة عن القراءة السهلة. يعني لو في لو في آية صعبة ها وفي نفس الآية محطوط تبسيط ليها في نسخة تانية عالم علم النقد الكتاب المقدس كريتسيزم بيختار دايما القراءة الصعبة لأن هو عارف إنه ممكن يكون الناسخ بيكتب على الهامش تفسير أو توضيح للمعنى لكن النص أساسا بيقصد العبارة الصعبة فدايما بيختار الأصعب عن الأبسط، دايماً بيختار الأقصر عن الأطول، يعني لو في آية قصيرة وفي آية في نفس الآية موجودة في مخطوطة أخرى أضيفت إليها كلمة طولتها شوية، دايماً عالم نقد الكتاب المقدس يختار الأقصر عن الـ الـ الأطول، دايماً يختار اللي ليها انتشار واسع، المخطوطات دي عائلات بنسميها فاميلي، حتى لما تدرس علم المخطوطات إف 1 وإف 2 دي فاميليز كل فاميلي يعني مثلا ممكن مخطوطه كتبها بولس الرسول اتبعتت لافسس من مخطوطه افسس اتنسخ منها اربع نسخ الى كذا وكذا وكذا ومن الاربع نسخ دول اتنسخ منهم عشر نسخ الى كذا دي بنسميها فاميلي كويس دي ده علم خاص علم حضرتك يا تكون امين كويس وتتكلم عن هذا العلم لأن كل معلوماتك هي طلعة من كتب مسيحية من علماء للنقد الكتاب المقدس وان انت لم تخترع شيء، لو في اي حاجه يعني كنا نخاف منها ونرتعب منها كقساوسه ما كناش طلعناها. لكن دي الامانه العلميه، فالنهارده لما يجي دار الكتاب المقدس بعد 100 سنه من اكتشاف عشرات بل مئات المخطوطات، وبعدين يجي يعمل لي يقول لي مثلا اه الايه الفلانيه دي في قرايه مختلفه ليها في مخطوطه قديمه وبعدين يحط الكلام ده ما بين قوسين هو عايز يقول لي ايه؟ عايز يقول لي ان هناك امانه علميه، هذه الامانه العلميه للاسف انت لا تعلم عنها شيء. انت بس بتكذب وبتقدم معلومات خاطئه ومش بتقدم الحق كما ينبغي ان يقدم. وعشان كده بتحاول تضحك على جموع المسيحيين البسطاء. اه الكنيسه بتخدعكم. مين انت اساسا عشان تعرف ان الكنيسه بتخدعهم ولا لا؟ الكنيسه قساوسها بيضحكوا عليكم. دار الكتاب المقدس، يعني دار الكتاب المقدس لو كانت عايزه تخدعنا ما كانتش اساسا طلعت الترجمه الثانيه دي. علشان واحد زيك يستخدمها ضدها. لكن لكن ازاي لا 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 هو بيكتب هو بيعمل فيديوهاته مش للي فاهمين هو بيعمل فيديوهاته للاسف للبسطاء علشان لما تسمع انت الفيديوهات دي تعيط وتبكي وتقول ازاي الاسوس ضحكوا عليا وغشوني وازاي 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 وتبدا تشك في الكلام المقدس وهنشوف ازاي هو بيلعب على الجانب دون في الفيديوهات بتاعته خلينا نشوف الـ الفيديو الثالث ونرجع نعلق ونكمل مع بعض الجهه اللي عملت الترجمه شالت الاقواس من الطبع اللي معاك انا قلت الكلام ده كذا مره بس لازم اكرره عشان ثواني ثواني خلينا, خلينا خلينا انا نفسي بس هو يكون فاهم اللي بيقوله الجهه اللي عملت الكتاب المقدس شالت الاقواس اولا الجهه اللي عملت الكتاب المقدس ده عملته كويس قبل سنه 1883 كويس ما كانش لسه في موضوع الاقواس وما كانش لسه في حتى السينائيه كانت طلعت للنور والمخطوطات الاخرى ومئات المخطوطات الاخرى ما كانتش طلعت للنور ده هي طلعت النسخه دي القديمه لفان من زمان جدا وبعدين بعد 100 سنه مع بقى الالاف المخطوطات اللي موجوده عملت نسخه وحطت فيها العبارات الغير موجوده في اقدم المخطوطات حطيتها ما بين قوسين انت فاهم انت بتقول ايه نكمل فيديو عشان تستوعب المشكله ايه شالوا الاقواس من الترجمه اللي معاك او من الطبعه اللي معاك عشان يوهموك ان هذا هي الكلام ما كانتش موجوده الاقواس <applause> الاقواس دي ما كانتش موجوده يوم ما طلعت فان البيروتيه القديمه ما كانش في حاجه اسمها اقواس حتى الترجمات الانجليزيه ما كانش فيها اقواس ترجع لكينج جيمس وترجع لداربي وترجع للترجمه السويسريه وفيينا وغيره الترجمات الالمانيه ما كانش فيها اقواس الاقواس دي بدات تظهر مع وجود علم نقد الكتاب المقدس واكتشافات المخطوطات الحديثة انت فاهم بتقول انت بس بتردد عبارات وانت صدقني ما معرفها طب كمل مع كمل مع بعض عشان يوهموك ان هذا الكلام مقدس صدقني انا مشفق عليك مشفق. الدين يخدعك جميع بس بس. القائمين عليه انا بصراحة عيطت او لما بسمع الكلام ده ببكي بقول ازاي ترجمه عليك ودار النشر بت... دار النشر الكتاب المقدس بتضحك عليا دار دار الكتاب المقدس لو بتضحك عليا ما كانيش طلعت النسخه اللي بين ايدك القائمين عليه المترجم بيخدعك ودار النشر يا حرام بيخدعك والأساس بيخدعوك الجميع بيخدعك انت بقى لكن انت اللي جاي انت بقى يعني الحمل الوديع اللي جاي مش بتخدعنا مع انه كل ما تقوله ما هو الا سموم وغلط واكاذيب انت جاي تطعن في ايمان الكنيسه وتطعن في مصداقيه الكتاب المقدس وانت آآ آآ يعني بتضحك على الناس انت مخادع كويس هو هو عايزين تعرفوا الى اي مدى هو مخادع هو مش بيقدم الحقيقه كحقيقه هو لازم يلعب على وتر انه دول بيضحكوك بيضحكوا عليك دول بيخدعوك دار الكتاب المقدس بتخدعك والكنيسه بتخدعك والاساوسه بيخدعوك وان انت وهو بقى اللي جاي بي يعني نقاء القلب مع انه فعلا اللي بيقوله كذب طيب نيجي الى موضوعنا نرجع تاني هو جاب عدة امثلة عدة أمثلة للآيات اللي ما بين قوسين اللي هي دار الكتاب المقدس أو دار النشر حطيتها ما بين قوسين وقالت إنه العبارات اللي ما بين قوسين دي عبارات مش موجودة في أقدم المخطوطات كويس وإحنا على فكرة مازلنا في أيامنا دي بنكتشف مخطوطات جديدة في كل يوم في كل يوم وأصبحت المخطوطات مش متاحة بس في كتب، أصبحت المخطوطات أيضاً متاحة على على الويب سايت. يعني ممكن ممكن تدخل تقرأ في السينائية، ممكن تدخل تقرأ في الفاتيكانية، ممكن تقرأ في مخطوطات البحر الميت، ممكن تقرأ في مخطوطات الحديثة بتاع اللي بيكتشفوها كل يوم بلغاتها المختلفة سواء القبطية أو السريانية أو المخطوطات القديمة أو اللاتينية تقدر تقرا وتقدر ان انت تدور على الايه اللي انت عايزها وتقارن بنفسك. يعني المعلومات النهارده اصبحت متاحه. ولو عندنا حاجه خايفين منها ما كناش عملنا كده. ما كناش عملنا كده لكن للاسف انت اللي عامل كده. انت لحد النهارده ممنوع حتى البحث في السعوديه عن اي اثار لنبي الاسلام. ممنوع ايضا البحث في اي اثار في السعوديه عن نشاه الاسلام ممنوع ايضا البحث عن اي اثار اخرى مرتبطه بالقران او مرتبطه بحياه الصحابه ممنوع منعا باتا طب نيجي للامثله بقى اللي هو اللي هو جابها لنا هاخد كذا مثل من الامثله اللي جابها على التحريف خلوا بالكم أمثلة على التحريف كما يدعي أول مثل جابوا لنا هو في الصلاة الربانية الصلاة الربانية التي علمنا الرب يسوع إياها وكلنا عارفين الصلاة الربانية وبنرددها أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كففنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. الآيه ال او العباره اللي محطوطه بالاحمر دي محطوطه في الترجمات الحديثه ما بين قوسين بمعنى ايه؟ بمعنى انه هذه العباره لم يجدوها في أقدم المخطوطات هنا مش بيتكلم على أنها صح أو غلط مش بيتكلم على أنها موحى بها أو غير موحى بها هو بيتكلم على أنه وجدها أو لم يجدها دي النقطة موجودة في أقدم المخطوطات ولا مش موجودة في أقدم المخطوطات ولا أنا حطيت قدام حضراتكم هنا ده جريك نيو تيستمنت كويس يو ودي دي النسخه او الفورث اديشن بتاعتها فورث ريفايز اديشن من اليو اس بي ودي ذا جريك نيو تيستمنت كويس لو احنا فتحنا الجريك نيو تيستمنت وده كلنا واي واحد دارس بيدرس هذه الاشياء نجد انه العهد الجديد اليوناني وده دي ده بيسموه العلم دي الامانه العلميه كويس التي للاسف العالم الاسلامي لا يعلم عنها شيئا. الامانه العلميه اللي يضع كل المعلومات المتاحه قدام الانسان. وكل ما يكتشفه قدام الانسان. كدارس كعالم كويس؟ لو جينا للجزء دون لو جينا الى 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 عدد 13، عدد 13 اللي هو خليني اعمل عليه هنا علامه ادي ده عدد 13. عدد 13 بينتهي من الشرير كويس ولا تخلنا في تجربه لكن جينا من الشرير لما اجي تحت هنا في الجزء ده في الهوامش دي و و ومكمل كمان في الصفحه المقابله لها كويس بيجي بيقول لي ال ال ليه هو مش حاطط في النص اليوناني لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين بيقول لي لانه هو مش ما في اقدم المخطوطات. كويس؟ ما في الترجمه السينائيه ولا الترجمه الـ 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 ولا النسخه الفاتيكانيه ولا ايضا البيزنطيه ولا حتى القبطيه، وانا عايز اقول لك حاجه، انت تعرف انه القساوسه اللي انت بتتكلم عنهم دول وبالاخص القساوسه المصريين عندهم الترجمه القبطيه اللي مش موجود فيها هذا النص. كويس هو موجود في نسخ احدث موجود في مخطوطات احدث كويس لكن لكن هو 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 لا يعلم هو بس بيطعن انه ازاي انه العباره دي اساسا في حسب حسب فكره بما انها مش موجوده في اكثر من المخطوطات يبقى اكيد حد ضافها حد اضافها الى المخطوطه الاصليه كويس لكن لو رحنا إلى موتزجر بروس موتزجر بروس موتزجر هو واحد من اللي مشتركين هنا يعني لو هو عنده الكتاب ده ما اعتقدش ان هو عنده لكن لو هو عنده الكتاب ده هيقرا من ضمن الاسماء المشتركه في ذا نيوتسمان ذا جريك اوف ذا هيجد انه بروس موتزجر وانا حاطط اللي كاتبه هنا بروس موتزجر عن هذا الجزء كتب ايه هو في تفسيره النقدي نقد النص ذا commentary of the uh, on the Greek of the New Testament كتب انه هذه العباره اللي هي لك المجد وال لان لك المجد والملك الى الابد امين هذه العباره موجوده اساسا في الترجمه القبطيه القديمه اللي هي سهاديك كويس وايضا وي موجوده في النسخه الفيوميه القديمة وأيضا موجودة لما بيقول هنا كمان في في دلاتين كودكس بابانيس وانه النسخة اللاتينية القديمة بتقول for you is the power forever and ever لان لك القوة من الى الابد امين فالاساسا موجودة بس هو ما بيجيبش المعلومات دي هو بيجيب انه محطوطه ما بين قوسين ما بيجيبلكش يقول لك انها موجوده في مخطوطات كذا وكذا وكذا ومش موجوده في مخطوطات كذا وكذا وكذا كويس وكانه الـ الـ هو عايز يوصله لك انه اه يبقى اكيد حد آه اضافها الى الصلاه الربانيه الكاتب الكاتب اساسا او دار الكتاب المقدس لم تضعها عاديه بل وضعتها في قوسين لانها فعلا مش موجوده في اقدم المخطوطات وده حقيقه كلنا عارفينها لكن هذا لا يعني انها غير اصيله. لا يعني انها غير اصيله ولا يعني انها حد حطها ولا يعني انها لعب في العقيده المسيحيه ولا يعني انها تحريف في الكتاب المقدس. كويس؟ ليه؟ لانه لأنه نفس العبارة موجودة أيضا في العهد القديم وهي بنسميها ديكسولوجي دكسولوجي الدكسولوجي هي التمجيد لما الإنسان بيصلي بيحط في صلاته تمجيد كويس لأنه لما نرجع حتى لأخبار الأيام الأول وأصحاح 29 نجد أن نفس العبارات تكرر لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد لأن لك كل ما في السماء والأرض لك يا رب الملك وقد ارتفعت رأسا على الجميع والغنى والكرامة من لدن دي سموات ديكسولوجي فده مش ده مش تحريف. هو ما عندهوش اساسا فكره عن يعني ايه نسخ المخطوطه، ما عندهوش اساسا فكره ايضا عن انه انها ممكن تكون موجوده في مخطوطات اخرى، لكن هو كل اللي عمله انه جابها من الترجمه الحديثه وقال لك حاطينها ما بين قوسين، وبما انهم حاطينها ما بين قوسين يبقى ده تحريف. مع انه الترجمه الحديثه او الترجمه اللي بين ايده ما عمرها ما استخدمت كلمه تحريف لكن استخدمت وقالت انها غير موجوده في اقدم المخطوطات ودي بنسميها امانه علميه ممكن نكتشف مخطوطات فيما بعد حديثه وتكون اقدم من المخطوطه السينائيه او المخطوطه الفاتيكانيه زي ما كانتش موجوده السينائيه من 100 سنه ونجد فيها قرايات زي نفس النص خلينا ناخد الفيديو رقم آآ آآ رقم خمسة الفيديو رقم خمسة قبل ما ندخل على متى 23 يعني الصلاة اللي انت بتصلي بيها طلعت غلط وملهاش وجود في أقدم المخ... أولا الصلاة اللي احنا بنصليها ما طلعتش غلط انت الخاتمة بتاعتها اللي هي الدكسولوجي تمجيد الاخير ده وان العبارة دي مش موجودة في اقدم المخطوطات فده مش معناها انها طلعت غلط ده اسمه كذب هو هو كل الهدف بتاعه انه عايز يوصل للسامع او للشاهد البسيط يا عيني انه اللي انت بتصليه طلع غلط. الصلاه الربانيه مش غلط، الصلاه الربانيه حقيقه كمل. يعني الصلاة اللي أنت بتصلي بيها طلعت غلط وما لهاش وجود في أقدم المخطوطات وأهمها. وعلماء المسيحية عارفين الكلام ده، وبيذكروا الملاحظات دي في النسخ اللي فيها ملاحظات وهوامش وحواشي ودي اسمها ودي اسمها أمانة علمية. يا ريتك تتعلم إنك تكون أمين علمياً وتقدم المعلومة صح. كمل. النسخة دي لكن بيخفوها في النسخ اللي المسيحيين العاديين بيقرأوا ازاي ازاي بيخفوها لما هم اساسا اللي طابعينها يعني يعني انا انا طبعت لك كتاب وموجود الكتاب ده مش موجود للصفوه الكتاب ده موجود للعامة الكتاب ده بيتباع في دار الكتاب المقدس انا طبعته لك وموجود ومتوفر الكتاب المقدس ازاي انا بخفيها في فرق بانه تكون النسخه اللي بتستخدم ما بين يد في يد الناس هي النسخه القديمه كويس وفي فرق ان انا اخفي عنك شيء فانا اللي اساسا طبعها لك انا اللي طبعها انا اللي مطلعها للنور مش انا كشخص يعني دار الكتاب فازاي بنخفيها هو هو بيقول حاجه مش فاهمها بامانه هو كل اللي عايز يوصله انه يا ازاي انت كمشاهد مسكين وغلبان لانه بيضحكوا عليك. كمل. منها بيضحكوا عليك وبيخدعوك وبيعاملوك باعتبارك شخص مسكين ليس من حقك أن تعرف الحقيقة لما أنا لك الكتاب علشان تستخدمه إزاي بعملك كشخص مسكين لا تعرف الحقيقة كمل فليس من حقك ان تعرف ان مخطوطات الكتاب المقدس مختلفة وان ايوه مختلفة كتابة الكتاب المقدس مختلف فيها وان الكثير ثواني مختلفة في اختلافات هذه الاختلافات اختلافات قلنا اختلافات نتيجة النسخ وعلم النقد الكتابي علم عميق وكبير و وصعب واللي بيشتغلوا في الترجمات ليس عمل سهل كمل كتاب المقدس مختلفة وأن نص كتابك المقدس مختلف فيها وأن الكثير من النصوص المشهورة يجب أن تلغى وتحذف هو مدام مدام هي مش موجودة في مخطوطة قديمة يبقى تحذف وتلغى مين قال لك كده لأنه في مخطوطات بنكتشفها كل يوم بتضيف وزن وبتضيف أيضا تأكيد على أنه نصوص كثيرة مش موجوده في مخطوطه قديمه لكنها وجدت والعلماء غيروا ارائهم وغيروا فكرهم. طيب نروح الى متى 23 متى 23 خلينا نسمع الفيديو رقم 6 ونيجي نعلق عليه. في انجيل متى 23:14. ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون المراؤون لانكم تاكلون بيوت الارامل ولعلة تطيلون صلاتكم لذلك تاخذون دينونه اعظم. المفاجاه ان هذه الفقره باكملها موضوعه بين قوسين في هذه النسخ وكما قلنا ما بين الاقواس ليس موجودا في اقدم النسخ واصحها ومع ذلك انت مؤمن ان هذه الفقره مقدسه من الوحي نفس الأشخاص اللي عملوا النسخة اللي معاك لم يضعوا الأقواس عشان يخدعوك ويضحكوا عليك <applause> نفس الأشخاص اللي عملوا النسخة اللي ما بين الأقواس بيضحكوا عليك إزاي بيضحكوا عليا وهم عملوا نسخة؟ مش فاهم أنا برضو anyway في إنجيل متى أه الآية دي آية 14 وحتى لما نيجي هنا إلى النص اليوناني اللي انا وريته لحضراتكم هتجدوا انه عدد آآ عدد آآ 13 اهو وبيجي وراه عدد 15 عدد 14 اللي هو الايه اللي, اللي ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون المراؤون لانكم تاكلون بيوت الارامل ولعل تطيلون صلواتكم لذلك تاخذون ديننا اعظم مش موجود في اقدم المخطوطات بحسب انجيل متى كويس لكن هل هذه الآية وهذه العبارة لم يقلها المسيح؟ هل هذه الكلمات لم ينطق بها رب المجد؟ اه هي محطوطة في متى ما بين قصين لأنه العالم اللي اشتغل على متى والعلماء اللي اشتغلوا على متى أمناء نحو علم نقد النص فعش كده حطوها ما بين قوسين والنسخة اليونانية ما حطتش الآية دي لو احنا عايزين نخبي حاجة ما كناش نشرناها في كتاب زي كده لكن هل هذه العبارة لم يقلها المسيح لم ينطق بها المسيح كويس لو رحنا الى الى مرقس 12 وهو بيكلم الى الكتبة الفريسيين الذين ياكلون بيوت الارامل ولعل يطيلون الصلوات هؤلاء ياخذون دينون اعظم نفس العباره كويس والحاجه الثانيه في لوقا 12 الذين ياكلون بيوت الارامل ولعل يطيلون الصلوات هؤلاء ياخذون دينون اعظم يعني اللي قالوا الرب يسوع في وذكر ذكره مرقس وذكره لوقا اللي قالوا الرب يسوع صح اه مش موجود في متى في اقدم المخطوطات لكن ايضا مش موجود في حتى في المخطوطه القبطيه القديمه لكن الرب يسوع قال هذه العباره ونطق بيها واتكلم عنها متى لم يذكرها لكن بقيه التلاميذ ذكروها ناخد مكالمه ونكمل مع بعض مين خالد اهلا وسهلا الحقيقه انا من المعجبين جدا في برامجكم آه ممكن الصوت بس شويه خالد؟ الحياة. آه انا من المعجبين جدا في برامجكم ومتابع قديم لقناة الحياه اهلا وسهلا بحضرتك آه الله يحفظك انا قرات طبعا انا مسلم آه قرات في احدى الكتب آه عن أهوال يوم القيامة في معلومة تخص موضوع الحلقة حبيت أشارك فيه إذا ممكن تفضل للسؤال فقط يعني ممكن تكون هذه المعلومة أكيد طريفة لكن كثير من المسلمين يقرؤونها تقول المعلومة أنه الكتاب الأصلي اللي هو الانجيل الموحى من الله على النبي عيسى في الاسلام طبعا انه النسخة الاصلية موجودة في الفاتيكان وانه نهاية العالم لما ينزل عيسى حسب طبعا المعلومة اللي انا قراتها انه يستخرج هذا الكتاب الاصلي اللي هو الانجيل وان القساوسه اخفوا هذا الكتاب لاهواء بانفسهم انهم يسيرون وفق اهواء شهوانيه تخصهم. انا حبيت اشارك هذه المعلومه لاني انا قراتها. اشكرك اشكرك اخ خالد واشكرك على اتصالك ونسعد دايما باتصالك بي بينا لكن هذه ما يطلق عليه في العالم العربي باستمرار نظريه المؤامره فنحن ناكل ونشرب مؤامره في السياسه مؤامره في الدين مؤامره في الرياضه مؤامره في كل الاقتصاد مؤامره نحن نعيش كل شيء حوالينا هو مؤامره واكبر مثال ما قد ذكر من مؤامرات خاصة بفيروس كورونا ونشأته إلى آخر هذه الأمور، هذه ليست حقيقة ولا يوجد إنجيل نازل على الرب يسوع، الرب يسوع نفسه هو الإنجيل هو هو البشارة المفرحة هو بحياته وموته وقيامته صنع لنا خلاص وده هو لب الإنجيل ورسالة الإنجيل. آه زي ما قلت إنه ده كلام ليس له أساس من الصحة ما فيش حاجة اسمها إنجيل نزل على آه الرب يسوع وإنه الفاتيكان مخبيه وإنه المسيح لما يأتي هيطلع آه عمله الأشرار آه والأسوس وخبوا هذا الإنجيل ده كلها نظرية آه مؤامرة كل حاجة موجودة ومعلنة ومكشوفة ولا يوجد ابدا هذا الـ الـ هذا الانجيل ليس له وجود على الاطلاق لأن الكتاب المقدس من نشاته نعلم جيدا ان يسوع المسيح هو نفسه الانجيل اشكرك طيب انا عشان الوقت هرجع عايز اخد انا عارف في كم نقطه انا كنت محضرها كنت محضر نقط كتير اتكلم فيها لكن في في الاخر هو في اخر الفيديو هرجع الى هرجع الى اخر الفيديو بتاع هاخد اخر اخر فيديو موجود هنا علشان ده هياخد الباقي من وقتنا وهو المتعلق بالعبارة اليوحنية او يوحنان كوما فخلينا ناخد فيديو رقم عشرة كويس وهرجع نعلق على هذا الفيديو رسالة يوحنا الأولى للصح الخامس الفقرة سبعة وثمانية أو الفاصلة اليوحناوية وهذا النص مهم جدا لانه النص الوحيد اللي بيتكلم عن الثالوث بوضوح خلونا خلونا نقف آه هنا اولا دي كذبه عمر ايماننا بالثالوث ما بيبنى على ايه واللي يدرس فينا الايمان المسيحي يعلم جيدا انه مش ممكن ابدا تبني عقيده على ايه لكن الايمان بالثالوث هو لب الكتاب المقدس هو ايماننا في طبيعه الله من اول اعلان لله عن نفسه في الكتاب المقدس في سفر التكوين وفي اصحاح واحد بنجد الله بذاته، بنجد الله بكلمته، بنجد الله بروحه في البدء خلق الله السماوات والارض وروح الله كان يرف على وجه المياه وقال الله ليكن فكان فبنجد الله بذاته وروحه وكلمته في الكتاب المقدس وايضا الى اخر الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بنجد الله وروحه وكلمته ففكرة انه انه الايمان المسيحي بالثالوث مبني على آية ما هي الا كذبة ليس لها اي سند كتابي كمل الاب والابن والروح القدس هم واحد النص يقول فان الذين يشهدون في السماء هم كان ثلاثة كان يقراها بصورة القرانية قرآنية بالك بالكم كان يقراها زي ما بيقرا القرآن كمل هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في الواحد النص يقول فإن الذين يشهدون هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في الواحد ما فيش آب ولا ابن ولا روح قدس ولأن هؤلاء الثلاثة واحد لكن بعض النساخ أضافوا هذا الكلام من أجل تدعيم عقيدة الثالوث من أجل إحنا عقيدة الثالوث يعيني كانت ناقصه ايه علشان تدعم وكانه الاب والابن روح القدس لم يذكر من قبل وكان المعمودية الرب يسوع لم يكن فيها الآب والابن والروح القدس وكأن التجلي لم يكن فيه الآب والابن والروح القدس وكأن أيضا تكليف يسوع العظيم لتلاميذه قبل صعوده أنه اكرزوا بالإنجيل كله عمدون باسم الآب والابن ما فيهاش الآب والابن والروح القدس فاحنا كنا بندور كنا مشتاقين كنا في حيرة لحد لما جه واحد كده نبغى قال لنا انا هضيف لكم ايه على انجيل يوحنا علشان تحطوا فيها الاب والابن والروح القدس ويبقى كده العقيده المسيحيه عن الثالوث عقيده ثابته ده خرافات ده كلام مفروض الواحد ما يردش عليه لانه ده كلام مصاطب وليس كلام علمي وانا رديت على الجزء دون بالتفصيل في حلقه رديت فيها على منقذ السقار متعلقة بنفس الفكر ما هم ده, ده, تلميذ منقذ السقار نفس الفكر هو بس ترديد بغبغنات لكن ما عنديش مشكلة ان انا ارد تاني على العبارة اليوحنية هاخد العشر دقايق اللي موجودين دول من الحلقة اتكلم فيهم عن العبارة اليوحنية فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم واحد والذين يشهدون في الارض هم ثلاثه الروح والماء والدم وثلاثه هم واحد. طيب في مداخله سريعه قبل ما اكمل عن هذا الجزء. الاخت ام عماد. الو الو اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور اشرف. اهلا وسهلا بيك. ربنا يبارك فيك. اشكرك. ربنا يبارك فيك يا رب. على فكره زي ما حضرتك قلت بالضبط ان البغدغان اللي عندك ده احمد سبيع هم كلهم شله واحده وكلهم كلهم بيقولوا نفس الكلام وبعدين هم في نقطتين اثنين عايزين يثبتوهم اولا ان الكتاب المقدس ما 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 فيهوش سيره النبي محمد ان المسيح قال هياتي بعد نبي دي اول نقطه ثاني نقطه انهم يطعنوا في الصلب وتش ان دي القاعدة الأساسية بتاعت برضو المسيحية كلها و... وأنا مش قادرة أفهم يعني بعد 600 سنة حضرتك قلت لهم الكلام ده بعد 600 سنة جايين يقولوا شبه لهم يعني ربنا خدعنا يعني ربنا زي ما هم بيقولوا عليه مكار فهم بيقولوا عليه مخادع برضو لأن هو خدعنا yeah. قال لنا أنا شبهت ب... بال... بالمسيح المسيح ما اتصلبش طب طب هو داعيه اسلامي ليه ما بيكلمناش عن الاسلام؟ لان ما فيهوش حاجه. ما فيهوش حاجه، كل اللي فيه ارهاب وزنا والموال اللي حضرتك عارفه ده. اشكرك. بس شكرا يا دكتور اشرف ربنا معاك وربنا يهديهم، ربنا يهديهم. اه امين امين. طيب شكرا نرجع لك. شكرا على مداخلتك، نرجع إلى الخاتمة أو إلى العبارة اليوحنية كويس؟ العبارة اليوحنية موجودة في يوحنا الأولى خمسة سبعة فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هذه الآية عدد من الترجمات الحديثة حطتها بين قوسين وزي ما هو بيقول انه الترجمه اللي بين ايده اللي انتجها دار الكتاب في الشرق الاوسط ايضا حطها ما بين قوسين كويس ومكتوبه في الحاشيه انها غير موجوده في عدد من المخطوطات خلاص فهل هذا السؤال بقى بتاعي هل هذا يهدم عقيده التثليث هل هذا يهدم عقيده ايماننا في طبيعه الله الواحد مثلث الاقانيم طبعا اللي بيقوله ده كله مجرد اوهام شخصيه كويس خلينا نأخذ بعض الملاحظات الهامه يطلق على هذه الايه اسم كوما يوحنان اوف أو, او يطلق عليها ايضا يوحناين كوما أو, او كلمه كلمه كوما تعني عباره او جمله ولهذا يطلق على هذه الايه اسم جمله يوحنا طب طبعا عندي مداخله اخرى سريعه الاخ ايه اسمر الاخ اسمر من سوريا. سلام المسيح. سلام اهلا وسهلا بحضرتك. ربي يبارك حياتك ويبارك خدمتك، انا سعيد جدا. اشكرك. إنه... لكن صراحه إن انا اذا سمحتوا لي انا مسلم سابق وعابر وانا افهم ما يقصده الشيخ لانه الشيخ فاهم الامور غلط لانه هن بيعتبروا انه كل القران موحى به من الله بالتالي عن طريق النبي لمحمد. لكن انا حابب اوضح فكره انه الانجيل انه الانجيل المسيح هو كان انجيلا يمشي على الارض فبعد كل هذه الاشياء التي عملها المسيح على الارض كتب التلاميذ كتب التلاميذ اعمال المسيح لحتى نحن بعد من يعني بعد زمن الذي يأتون يؤمنون بالمسيح وايضا انا حابب اقرا في انجيل يوحنا 20 الاصحاح 20 والايه 30 يقول وايات اخر كثيره صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذه الكتاب. هل معنى انه الكتاب محرف؟ اطلاقا لا. هناك ايات كثيره فعلها الرب يسوع المسيح امام الجميع ولم تكتب في هذه الكتاب. لكن واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله. ولكي تكون لكم اذا امنتم آمنتم حياة باسمه. إذا الإنجيل يا عزيزي ليس كما يعتقده الشيخ ولا الكثير من المسلمين أنه هو موحى عن طريق جبريل إلى إلى الأنبياء، لا يا عزيزي المسيح هو الله الظاهر في الجسد وهو الإنجيل أي البشارة السارة أشكرك أشكرك كثيرا أخ أح أسمر ربي إذا كان وزعيد. في مجال م. إذا كان في مجال عندي بعض الآيات من القرآن آيتين فقط أنا حابب أقرأها آه، آه، آه. إذا سمحت سنبت... تفضل أه إن أنا بوجه رسالة إلى إلى كل الشيوخ أه أنتم حتى أنه لا تعرفون قرآنكم للأسف الشديد وأنا مسلم سابق وأعي ما أقول مكتوب في سورة الحجر الآية 9 إن نحن أنزلنا الذكر وإن لهم لحافظون إذا كان هو يحافظ الذكر طيب في سورة الأنبياء والآية 7 يقول وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون طبعا الرجال الذي أوحيت إليهم من قبلك يكون اللي هم أهل التوراة والإنجيل فبالتالي هم أيضا أهل الذكر وأيضا مكتوب في سورة الأنبياء 105 ولقد كتبنا في الزبور بعض الذكر إذا كيف للذكر أن يحرف إذا أنت حتى قرآنك لم تفهمه يا عزيزي فأنا أنا أشكرك على أنك أتحت لي فرصة شكرا لك و... ريت تترك لنا تلفونك نحب نتواصل معك ممكن في الكنترول تترك لنا رقم تلفونك ونتواصل معك أخ أسمر ربي يباركك و... و... ويستخدمك أكتر طيب اجي إلى ال... ال... الآية اليوحنية. لماذا تضع أغلب الترجمات الحديثة هذه العبارة بين قوسين لأن الترجمات الحديثة اقل تمسها لأن الترجمات الحديثة أقل تمسكا بعقيدة الثالوث يعني الترجمة اللي بين ايدك اللي هي عملية حضارة الكتاب المقدس دي مش بتؤمن بالثالوث، فبالتالي حطت العبارة دي ما بين قوسين علشان تقول لنا أنه الإيمان بثالوث إيمان غير حقيقي السؤال المتعلق بالآية ليس مبني على صحة العبارة بل على المخطوطات التي وردت فيها يعني هو لما بيحط الآية ما بين قوسين عمره ما بيطعن في صحة الآية هو بيقول لي بس انه ما ذكرتش في المخطوطات كذا وكذا 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 لكن ذكرت في مخطوطات اخرى كويس يبقى هنا الموضوع كله المتعلق باي نص ما بين قوسين غير متعلق بوحي النص يعني النقد الكتاب او نقد النص ما اسئلته مش متعلقه بوحي النص اسئلته متعلقه بنسخ او نقل النص هو كل اللي يهمه انا كناقد للتكست للنص الكتابي كل يهمني ازاي النص اتنسخ وبما انه اتنسخ يبقى في اكيد هل ده بيشبه ده ولا لا فهي بتهتم مش بوحي النص لكن الاهتمام هو بنقل النص انت بتيجي بقى بتروح محوله مش بتكلم عن نقل النص انت بتكلم عن وحي النص وعشان كده بتحاول ان انت يعني تعمل نفسك اللي جاي بالخير يا عيني اللي بتكشف الخداع بتاع الاسوس والكنيسه. المشكله تكمن في هذه الايه مذكوره في المخطوطات اللاتينيه. التي تعود الى القرن السابع الميلادي والتي تعتبر النص الاصلي المستخدم في الفولجاتا اللاتينيه الذي طبع سنه 1592. كويس؟ الآية اليوحنية موجودة فقط في ثمان مخطوطات يونانية وكلها تعود إلى القرن ال14 الميلادي في أربع من الثمان مخطوطات كتبت على هامش النص إيرازموس وهو عالم اللغة اليونانية الشهير وأول من طبع العهد الجديد باليونانية لم يضع هذه الآية في الطبعة الأولى وعلى فكرة الإيمان المسيح استمر والإصلاح استمر والمرسلين غزوا كل العالم كويس فإيراسموس لم يضع هذه الآية في الطبعة الأولى للغة اليونانية ولم يضعها في الطبعة الثانية بل وضعها في الطبعة الثالثة كويس و لما نيجي إلى السؤال المهم هل الآية اليوحنية جزء من الكتاب المقدس أم لا هل هي جزء ولا مش جزء كويس هل الآية صح وصدق بكل تأكيد وكمان لاهوتيا صح والكتاب المقدس اتكلم عنها في كل صفحاته ايوه هل عدم وجودها يؤثر على ايماننا بالثالوث الاقدس لا والف لا فعقيده الثالوث تبنى على كل الكتاب المقدس وليس على ايه بمفردها كويس لكن لكننا لاننا امناء مع النص الكتابي ولاننا لا نخفي شيئا نتناول هذا الموضوع بكل فهم وادراك ونتكلم عن هذه الآية بالتفصيل أنا عندي لسه عشرات سلايدز عن الآية دي لازم أخدها بالتفصيل لكن الوقت عندي فاضل لي دقيقة واحدة أنا ما خلصتش الآية دي أنا بس قدمت مقدمة عنها لكن المرة اللي جاية الأسبوع اللي جاي إذا تأنى الرب في مجيئه هنكمل مع بعض أيضا نفس السلسلة الداعية الذي فقد عقله الجزء الثالث وهنبدا بالايه دي وهناخد بعض الفيديوهات الاخرى في الرد عليه لكن اللي انا عايز اقوله انه دار الكتاب المقدس لما طبعت النسخه اللي بين ايدينا ما كسبتش علينا ولا ضحكت علينا الكتاب المقدس اكتر كتاب مبيعا في العالم الكتاب المقدس اكتر كتاب نقدا في العالم وهذا لم يغير شيء بل بالعكس مازال صامد ومثال منتشر ومزاله كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جايه فسلام المسيح يكون معكم